البعد عن الناس من أجل الغيبة. إذا استطعت أن تخالطهم في الخير وتبتعد عن الغيبة وتنهى عن المنكر فهذا أفضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. أما إذا كنت ضعيفا وستقع في الغيبة المحرمة فابتعد.